لا انا يعني احنا في الاخر في 14 صوت هم اللي كانوا موجودين وهم اللي قريبين، في ثلاثة عرب اللي هو الحاج محمد روراوة والمستر البوشماوي والاستاذ مجدي شمس الدين، هم اللي كانوا موجودين في اثناء التصويت يكونوا هم ادرى بالمساله. احنا مساله النفسيه يعني او الانسانيه، كنا نتمنى ان المنتخب الجزائري ان شاء الله ينظم، لكن في كل الاحوال نتمنى له بقى التوفيق في الفتره اللي جايه المنتخب الجزائري انه يقدر يكمل ويواصل زي ما بنتمنى توفيق المنتخب المصري ان شاء الله. لا انا اظن ان الجزائر مجموعتها يعني حتى يعني لو الفريق الاثيوبي برضو يعني فيها سنه يعني تنافس، لكن انا اظن الفريق الجزائري في احسن حال طالما التصفيات هتبدا قريب. انا متصور ان شاء الله ان المنتخب الجزائري ان شاء الله في التصفيات ما عندوش مشكله.